كل التحية لكل مشاهدينا مشاهدي ومتابعي شاشة قناة النادي الأهلي في كل مكان، يعني تأكيدا لأواصر العلاقة الوطيدة اللي دايما بتجمع ما بين النادي الأهلي ونادي الهلال السوداني. اليوم لبى مجلس إدارة نادي الهلال السوداني طبعا برئاسة الدكتور هشام حسن الصباط دعوة الكابتن محمود الخطيب لزيارة فرع النادي الأهلي هنا بالقاهرة الجديدة وتناول وجبة الإفطار. بنأكد طبعا على أواصر العلاقة الوطيدة اللي تجمع ما بين الشعب المصري ولا الشعب السوداني وايضا الناديين الكبار النادي الاهلي ونادي الهلال السوداني. امور كتير جدا هنستفيد فيها في الحديث والامور نتحدث من خلال طبعا، ومعانا يعني يسعدنا ان يكون معنا في هذه الاثناء الدكتور حسن علي عيسى الامين العام لمجلس اداره نادي الهلال السوداني. دكتور حسن برحب بحضرتك على شاشه قناه النادي الاهلي، وكل سنه وحضرتك طيب. كل سنه والشعب المصري والشعب السوداني وايضا الناديين الكبار النادي الاهلي وال نادي الهلال السوداني دائما بخير. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نحن والله في غاية السعادة أن نلتقي في هذه الأيام المباركة في نادي الأهلي العملاق استجابة للدعوة الكريمة التي وجهها الكابتن محمود الخطيب لأخيه الأستاذ هشام الصباط والوفد المرافق له. حقا يعني غمرنا النادي الأهلي والكابتن محمود الخطيب بكرم حاتمي فياض ليس بغريب على النادي الأهلي وليس غريب على الشعب المصري، وهذه فرصة في هذه الأيام المباركة أن أسأل الله أن يعيده بالخير واليمن والبركات على الشعب المصري وعلى الشعب السوداني وعلى النادي الأهلي وعلى نادي الهلال وعلى الأمة الإسلامية جمعاء بالخير واليمن والبركات، وأن يتقبل منا في هذا الشهر المبارك الصيام والقيام والركوع والسجود وسائر الأعمال الصالحات. حقيقة كانت لفتة بارعة وكريمة جدا، وكان يعني كانت الجلسة طيبة. لا أود أن أتحدث عن الدعوة نفسها لأنها فعلا كانت على مستوى عظيم من الرغي ومن الحفاوة ومن الحميمية، ليس هي مجرد دعوة لتناول طعام ولكنها كانت فيها كثير من الحميمية واللقاء، وقد غمرنا الإخوة هنا بعملهم بكرمهم الفياض وبمعاملتهم الراغية. انتهت جلسة الإفطار، جلسنا بعد ذلك في اجتماع اللجنة المشتركة التي ضمت إخوتنا من النادي الأهلي ووفد من نادي الهلال، درسنا الموضوعات الرئيسة للتعاون التي يمكن أن تفضي إلى مذكرة التفاهم بين الناديين الشقيقين، واتفقنا على أن يكون هناك تواصل بين المسؤول عن المنشط المعين وعن الجانب المعين في النادي الأهلي مع نظيره في الجانب الهلالي، وبعد ذلك نأتي ونضع التصور العام من خلال هذا التواصل وهذه الاتصالات حتى نضعها في شكل مذكرة تفاهم تكون ذات فائدة للناديين الكبيرين العظيمين. العلاقة أصلا عميقة عميقة وتزداد عمقا كل يوم، وكما ذكرت في حديثي السابق هذه العلاقة توطدت وتعززت بالتواصل الحميم بين الشعبين المصري والسوداني منذ الأزل. هناك جوانب كثيرة مشتركة من الناحية التاريخية ومن الناحية الحضارية ومن ناحية التعامل المشترك، وهناك أيضا كما أحب دائما أن أقول هناك النيل العظيم، النيل العظيم الذي يجري بيننا لا يحمل الماء فقط من السودان إلى مصر، وإنه يحمل الود والإخاء والاحترام وعظيم التقدير. وكما قلت ودائما يحلو لي، النيل هو رمز للهلال، فالهلال له لونان الأزرق والأبيض، والأزرق هو النيل الأبيض والأبيض هو النيل الأبيض هو النيل الأبيض والأزرق هو النيل الأزرق، يتعانقان عند قلعة الهلال الشماء في أم درمان ويتوجهان إلى القاهرة إلى مصر. التنافس هو التنافس، ناديان عظيمان طموحان لكل منهما طموحاته ولكل منهما ما أهدافه المستقبلية. داخل الميدان نتنافس بشرف وما يسمى بالفير بلاي، داخل الملعب كل منا يعمل على الفوز وعلى التقدم، ولكن خارج الملعب كل شيء ينتهي بانتهاء اللقاء. بعد ذلك نتنافس في من يكرم الآخر، في من يغدي يعني يعظم دور الآخر، في من يكون أكثر حميمية من الآخر. هذا هو مجال التنافس، نتنافس في الود والإخاء والتعاون والصداقة. داخل الميدان نتنافس على النقاط وعلى الكؤوس بكل أدب واحترام، أما في الخارج فهذا شيء مختلف. والله انطباع عظيم جدا، هذا عمل
كبير، وهذا إنجاز يحفظ للأجيال ويسجل لهذا المجلس الذي وقف على هذا الإنجاز. نحن كنا نقول أن الأهلي يتفوق في المجالات الرياضية، ولكن الآن شهدنا ملعبا آخر، شهدنا تفوقا آخر في مجال البنى التحتية وفي مجال المنشآت. هذا مبنى فخيم، مبنى شامل وجامع، ويستحق الأهلي وكل الإخوة في مصر بل وكل العرب أن يفخروا به. أنا أقول دائما الكابتن الإنسان محمود الخطيب، فعلا هو يعني هذا هو الإدارة الذي يجب أن يتولى القيادة في الأندية الكبرى. شخص تدرج، لاعب حافظ تاريخ النادي وهو لاعب، أسهم في تطور النادي وهو لاعب، والآن ها هو يقدم عصارة خبرته وتجربته على المستوى الإداري مستصحبا معه وخبرته كلاعب. رجل في غاية التواضع وفي غاية الأدب، تعامل معنا معاملة أخوية، وقال لنا إنه يعتز بعلاقاته السودانية. ذكر لنا كثير من ذكرياته مع لاعبين سودانيين، وله أصدقاء من السودان درسوا معه ولعبوا معه في مرحلة الصغر، وكانوا حضورا معنا اليوم وفي الاجتماع السابق. لجماهير الهلال العظيم ولجماهير الأهلي العظيم نقول إننا لن نألو جهدا ولن ندخر وزعا في أن نترجم كل هذه العلاقات الطيبة إلى واقع ملموس ونتبادل الخبرات والتجارب. ولهذا السبب كونت اللجنة الثنائية التي ستمضي إلى غاياتها، وستكون نتيجتها بإذن الله مذكرة تفاهم وتعاون تشمل كافة ضروب الإدارة والجوانب الفنية والتسويق والرعاية لمصلحة الناديين الشقيقين.